أصيب عدة أشخاص جراء اصطدام قطار شحن بمنازل في منطقة كيبيرا العشوائية في العاصمة الكينية نيروبي. القطار خرج عن سكته أثناء مروره بالحي الذي يعد أحد أكبر المناطق العشوائية في إفريقيا. وقد ذكر الصليب الأحمر الكيني أنه يخشى من أن يكون عشرات الأشخاص محاصرين في المنازل المدمرة جراء الحادث، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا. وقد أفاد السكان أن عدد الضحايا كان أقل من المتوقع، لأن الكثير من سكان تلك الأكواخ المدمرة لم يكونوا هناك عند وقوع الحادث. فبمناسبة عيد الميلاد غادر بعضهم إلى مسقط رأسه، والبعض الآخر توجه إلى الكنيسة للصلاة.